الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. دي لوحة مفاتيح بتاعت مكنة الطباعة ديت، واخد بالك؟ ارجع ورا شوية كده يا باشمهندس. تمام، احنا بنجرب بقى دلوقتي أول مرة نجربها، بدل اللوحة القديمة دي اتهرت والزيوت والأحماض والحاجات تلفها، فاحنا أجرب بقى أروح يمين خطوة. إن شاء الله. ماشي، بسم الله بسم الله. تمام، وبعدين عندنا شمال خطوة، تمام، نرجع تاني زي الفل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. بعدين قلنا ده فتح وقفل فتح المكنة، قفل المكنة كده، واحدة مكنة قفلت كده، مكنة فتحت كده فتحت، واحدة كمان الليد طفى، وبعدين كده تمام كده المكنة قفلت، جاهزة على التشغيل. كده جاهزة على التشغيل. وبعدين عندنا السكويشي، اختبار السكويشي، كده واحد تمام، ده الأمامي وده الخلفي وده الخلفي تمام. طيب عندنا بقى ايه بقى؟ نعمل تيست برنت. عندنا تيست برنت، تمام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. زي الفل. طيب ايه تاني نجرب؟ ايه تاني؟ جربها كده انا اعرف. ممكن دي تكون بتشغل اللوحة وتقفلها، ما اعرفش، بس ما اعرفش الكتالوج بتاع المكنة بقى. وما انا دوست لا عليها دي ماشي، دي كده نور وكده طفى. خد بالك ان انا عامل دلوقتي الثلاث طبقات بتوع المفاتيح كلهم في لوحة واحدة، في لوحة واحدة، يعني الليدات دي كانت على طبقة لوحدها، والمفاتيح كانت على طبقة لوحدها، والجراوند كان على طبقة لوحده، هما كده كلهم مع بعض على لوحة واحدة، قطعة واحدة زي ما انت شايف. وأي مفتاح بدل اللي كانت مطبوعة كربون دي، أي مفتاح من دول هيبوظ هيتغير عادي، مفيش مشكلة. تمام، وبعدين ممكن ترمي اللوحة بحالها وتجيب واحدة تانية، مش بس يعني. تمام تمام، بس بدل ما المكنة كلها كانت مفاتيحها عطلانة كده، انت تقدر تشتغل من على أي ده دول بيجيبوا المحطة هنا وورا. ماشي، انت عندك دي الرير اللي هو الخلفي، دي هي خلفي، انت دوس على الامامي، وصل الجات اهي، تمام، طلعت من ورا خلفي وكده اللي هو زي الفل. تمام، بسم الله ما شاء الله، تمام، شغال يا باشا. وده طلوع المكنه فوق ونزلها. ايوه حلو، وده بينزل هو تقريبا برضه اللي بينزل، نفس المفتاح. تمام ماشي، نزلت اهي، ودي حاجه اسمها سكيب تقريبا. ستوب ستوب ستوب، لو هي شغاله بتطبع وانت عايز توقفها مثلا، ولا مثلا طب دوس ستوب. ممكن تكون هي شغاله بتطبع، لو عايز توقفها بتدوس ستوب، دي بتطلع المكنه، ممكن تطبع تعمل تيست وتدوس ستوب. تمام، الليد بتاعها برضو بتاع المفتاح شغال معاه اهو، نور لما بتطلع فوق بتبقى جاهزه على التشغيل، بتنور لك الليد. هندوس بقى تيست وبعدين ندوس على الستوب وهو شغال. ندوس بريك، ندوس كده، ندوس ستوب، ندوس ستوب كده بقى، ده بتاع حاجه، الستوب ده بتاع حاجه. في حاجه تانية اسمها كلين، ممكن الكلين كده. اللوحه ايه؟ اللوحه ماشي تمام. ايه رايك؟ تمام والله، تمام تمام زي الفل. تمام والله، هتعمل لي خطاب شكر ويتوقع نعمل لك، نعمل لك كل حاجه. ايوه كده، هسيب الفيديو بقى.